دول 3 زغاليل لحم بسم الله ما شاء الله متحضنين تحت قص واحد، لسه عمرهم صغير، والاهالي حصت اول حصويه. ده نتيجة المتابعة اللي كنا عملناها للزغاليل، ونقل الزغلول الصغير مع الزغلول الصغير، والزغلول الكبير مع الزغلول الكبير. في الفيديو ده هنشوف الزغاليل اللي احنا نقلناها دي، نشوف كم زغلول احنا انقذناهم من الموت بالطريقة دي، من غير عسل، من غير اي حاجة، من غير تأكيل يدوي، من غير ما تدهن من قار الزغلول عسل. تعال على طول نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. هنخش على طول نشوف الزغاليل اللي احنا كنا نقلناها. نقلنا الزغلول الكبير مع الزغلول الكبير، والصغير مع الزغلول الصغير، وقلنا في الفيديوهات السابقة كمان بنستخدم الفلاجيل ازاي وبنستخدم الخميرة ازاي، وهسيب لك الرابط بتاع الفيديوهات دي في وصف الفيديو ان شاء الله. طيب كمان عملنا ايه؟ فرشنا الطواجن تحديق، وقلنا نفرش ايه في الشتاء ونفرش ايه في الصيف، والحمام السايب بنفرش له ايه. انا عن نفسي بفرش له قش. هنشوف على طول الزغاليل دي، منتابع ونعد الزغاليل اللي احنا انقذناها من الموت بالطريقه دي. طبعا مش كل الزغاليل انقذناها، في اللي كان هيموت وفي اللي كان هيفضل، لكن الحمد لله والله ما ماتش ولا زغلول، الحمد لله ما ماتش من المجموعات دي ولا زغلول، رغم ان انا كنت محضن ثلاثات وما اكلتش ولا زغلول. دول 3 بسم الله ما شاء الله اللي احنا قلنا عليهم. هنا ما شاء الله برضو واحد لاحم وواحد زاجل، بسم الله ما شاء الله. اللحم فرق اهو يا جماعه في الحجم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. احنا زي ما قلت لك بننقل الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير في العمر اللي هو لحد 10 ايام، طالما عدهم خلاص بيبقى حتى لو واحد كبير وواحد صغير بياكلهم. طيب يبقى كده معانا 5. ده زغلول لسه فائس النهارده، هو اول يوم برضه، هنشوف هنتعامل برضه، هنستمر في متابعه الزغاليل دايما دايما، تشوف ايه اللي فقس وايه اللي ما فقسش ونتابع. دول برضو تابعناهم اول يوم، يبقى معانا كده ايه 7. بسم الله ما شاء الله كده 9. كل ده يا جماعه بدلناه في البدايه، ما اكلناش ولا زغلول، والحمد لله ما ماتش منهم ولا زغلول. كده 9. طبعا فاكرين المكان ده، كده 11. ده اللي كان فيه الزغلول اللي هو اللي كان بيضه واخوه كان كبير قد كده. كده 11 كان اللي انا كنت اتفاجئت ولقيت فيها 3، خدت منهم طبعا 1، بقى فيها 2. بسم الله ما شاء الله الاثنين حلوين، يبقى كده 13. وكمان المكان ده البياضة دي ما شاء الله الزغلولين اهم استقرهم، يبقى كده 15. الاهالي محصية 16 اهو. ودول كمان اللي كنا بننقلهم برضو، واحد زاجل واحد لاحم، برضو جماعة اللحم فارق، كده 18. وهنا برضو زغلول زاجل وزغلول لاحم زي ما حضراتكم شايفين الحجم ده فرق عن ده كتير، كده 20 زغلول يا جماعه لحد دلوقتي. معانا هنا كام زغلول؟ 5 زغاليل اهم، دول كده متجمعين بقص واحد بأكلهم، يبقى كده 25 ان شاء الله. وهنا كمان زغلولين، كده 27. كل ده يا جماعة انا مش اقصد ان انا اوري لك الزغلول، طبعا اللي عايز يشتري حاجة على راسي، لكن اقصد ان انت تراعي الزغليل، تتابع الزغليل كل يوم. انا تابعت في الفيديوهات السابقة وعملت كذا حاجة علشان كل واحد يبقى عارف، اهم حاجة فيهم كلها اللي هي عملية التبديل، تبديل الزغلول الكبير مع الزغلول الكبير والزغلول الصغير مع الزغلول الصغير. وتشوف الفيديوهات اللي قبل كده مهمة جدا 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 علشان تعرف انا بعمل ايه وازاي توصل بزغليلك لبر الامان. طبعا هنا حصى لسه محصية جديد، ومعها الزغليل دي، معها زغلولين اهم بسم الله ما شاء الله، كده 29 زغلول.
طبعا مش هنتكلم عن الزغلول اللي لسه فاقسه النهارده، دول كمان زغلولين اهم بسم الله ما شاء الله، برضو بدلنا معاهم 20 زغلول. والمكان ده كلكم فاكرين كان هنا 3 زغاليل، طبعا خدت منهم واحد فاضل 2، تشوف كبرهم بسم الله ما شاء الله، بيضرب ده بيضرب الزغليل بسم الله ما شاء الله كبرت، حطه، خايف على ولاده جدا اهو بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعة معلومة غلط كان لازم اتكلم عنها، ناس كتير انا يعني شفت امبارح فيديو قناة كبيرة بيبيع الزغاليل وبيقول دول عش زغاليل واحد ذكر وانتاية، طبعا مش شرط ان يكون العش يكون ذكر وانتاية، ممكن يكونوا ذكرين او نتايتين او ذكر وانتاية، كان لازم انبه. وكان للامانة اللي يبيع زغاليل ما يقول للمشتري الكلمة دي، يعرفه ان مش شرط يطلعوا ذكر وانتاية، بيحصل مشاكل كتير من الحكاية دي. هنا برضو في المكان ده كان هنا 3 زغاليل بسم الله ما شاء الله خرجوا من العش، عمت ده واحد، والزغلول الاسود ده اللي ورا الذكر ده او ورا النتاية دي، والزغلول التالت بتاعهم ده، ودي اهاليهم او اللي محضنينهم، يعني مش شرط ان هم يكونوا اهاليهم. وهنا طبعا القرص ده، يبقى عد انت بقى معايا كده بقوا كام زغلول، طبعا ما انتش فاكر بقينا كده كام زغلول بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. في لسه طبعا الحصى والزغاليل اللي لسه فاقسه جديد ما دخلتش في المتابعه بتاعتنا، لكن طبعا هنستمر في المتابعه، هنستمر على طول، طول ما انت مربي حمام لازم تتابع الحمام، ما ينفعش تهمل الحمام. دي كمان الصفحه دي فيها زغلولين بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، كان فيهم زغلول كبير وزغلول صغير، او ده كان زغلول لوحده، فانا حطيت معاه زغلول تاني كمان. حضراتكم شايفين من غير ما اشيل الزغلول باين اهوت واخد اللبة تمام بسم الله ما شاء الله اهو، وعايز ياكل كمان. طيب بالنسبه للناس اللي كانت طالبه تشتري حمام لاحم شغال، طبعا انا فضيت اللاحم الشغال اللي في السلكات اتباع الحمد لله، وكنت بجهز من الشبابات اللي في المكان التاني اللي بجهز فيه الشبابات، اول جوز ما ياخد بعضه او يتلاقى ببعضه بجيبه في المكان ده، وهو بسم الله ما شاء الله هنشوف اهو فوق كده على اليمين اللي اخد بعضه وجاهز على الشغل بسم الله ما شاء الله، بس انا مش هسلمهم لك الا ما يحصم عندي اول عش، هيحصم عندي واتاكد ان هم حصم الحصويتين والحصى بتاعهم عمران علشان اعطيك حاجه مضمونه. ده اللي انا بعمله في الحمام الشغال، انت عايز مني حمام شغال لازم اتاكد على الاقل ان هو المحصل حصويتين والحصويتين عمرانين، عشان اللي عايز مني اللي بيقول لي اول شغل وانا قلت له كده افتكر ان انا مش عايز ابيع له، لا انا عايز ابيع لك بس عايز ابيع لك حاجه بدون مشاكل. ما شاء الله هي تقريبا السلاكه قربت تكتمل ونعرضهم للبيع، بس انا بستنى لحد بس ما ايه ما يحصهم، في منهم اصل الامانه حصه، لكن علشان تاخدهم انت عايز تقريبا 4 اسوس او 5 اسوس تاخدهم على بعضهم باذن الله. ده بالنسبة كمان للناس اللي هي بتسأل على الحمام اللي عايزين يشتروا حمام لحم شغال، عشان يكونوا عارفين الأولوية للي هو مكلمني، هو ما دفعش جنيه والله، لكن هو بالكلمة كده احنا زي ما وعدناه هنقول له أول حاجة، لو مش عايز أو اتصرف اشترى من مكان تاني يبقى اللي له نصيب فيهم ياخدهم إن شاء الله. بكده أكون خلصت موضوع فيديو النهاردة، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.